بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بصباح الله خير. صباح النور. بسم الله. يا الله نير كره الله ثاني. انت شفت علباك؟ ايه. وعى صحي الورد تلا صلاح وع علي لا كفا كفا اسمك متعني ومتصرف قر. انا بفتح. ها تعال 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 يا يلس. انت يلس الحين. سمع 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 سمع. شو مين شو اسمع لحظة لحظة بعد. وين سيرت؟ وين جيت اليوم من صباح الله خير؟ ببيت. وين بيت؟ تحت في حجرك. لا ها تريكتو تحت في الفندق. في البوفيه. زي ريوقهم. بيت. وبعد تاي. وبعد حليب جبن. بس وايد يخدمونهم على الريوق. اسد اسد. وانت كله انت. يلا يلا بنصير عندكم عيسى. يلا شو يلا بس كذا الغدا حينه. شو شو اول يوعان انت. شو شاي دباب شباب ابوي ما عندهم شباب. شباب ابو ظبي تحت. شو هذا؟ انت يلا حبيبي يلا تريح. تعال خلاص سبح. تعال قاعد. هي يعني على اساس اني قلت لك تعال انا تسبحت خلاص وجيت الحين بتنش ولا لا؟ صلاح كم؟ يلا زعلان. يلا صباح الخير. هاني ايش حالك؟ تمام. كيف انت؟ خير. وين سرت؟ وين جيت اليوم؟ وين سرت انت؟ هي انا صاحي. نعم. وين سرت؟ وين جيت؟ شو كلت؟ شو ما كلت؟ بيض. بس بيض؟ ليش تعلقت تكذب؟ سالته ولا قال كلت كيك بعد شويه. وانت ما نتغدى؟ طه. لا طه حبيبي يوم نسير المغرب نتغدى عند طه. يوم نجي دبي نتغدى عند عيسى. عيسى عيسى. عيسى حبيبي. مزهر. ترى حبيبي نحن ما خلصنا مال المستشفى امس. سووا كل منظار وسووا لك شو بول بول 24 ساعة بول انت. اعطوك رسالة. الرسالة فيها لازم انك تسوي علاج طبيعي. يديك هب محيسات انت. انزي بيسوك علاج طبيعي. سوي يديك. انزي. قول اه. يلا. حرام عليك. صلاح فاعطونا المستشفى رسالة. نسوي لك علاج طبيعي حق يديك. زين شو رايك؟ اي مستشفى تبي تسير؟ ها؟ دب دب هي بس هي بارجيلي في ابو ظبي. ما ودي الخدامه لازم معاك حق بتشلحك بتلبسك. منو بيشلحك يلبسك؟ ولا لا تجي ان انا الينان حرام هذا ما يستوي ما يستوي انت تشلح ليه هم ولم صح. انزين الحين بعد شيء اوضح. انزين فبيودوك مستشفى بارجيل تسوي علاج طبيعي. مشكل. شو رايك؟ موافق. تبغي بارجيل لو مستشفى ثاني؟ لا باقي بارجيل ان شاء الله حبيبي. بعد عندهم فوق مطعم ويميع الاكل عندها والدنيا كل شيء تبغى موجود. شو لا انت اسكت. انا لا تخبى. ها داوي الهواء عندهم كم كوفي بكوفي عندهم جميع المطاعم وشاي قهوه. ادري ادري كله باودي كله. شو صلاح احنا لله صحه. اخ عليك صلاح. اخ تبي نسير. زين زين ما تبي نسير تسوي علاج طبيعي. اول شيء طالعونك الدخاتر ويفتون يسوي علاج طبيعي. نسوي جلستين لو ثلاث خاطر شي قررون. نحن شالين التحويل. التحويل من دكاترك يقولون شوفوا صراحة كم يباله علاج طبيعي. ما شي مشكل بيديك عقب يديك بتعتدل. مغطي يديك الحين. مغطى نسيده اطير ولا ايه؟ طب الحين 100% بكرة نسي المستشفى. مستشفى باتي طمن عليك. ماما زمانها جاية يا دي شبية جايبة لعب وحاجات وق وق وق.
تقولي وقع أيوة هيدا العزة لنا من يومي لا جغنيتا يا خالص أيوة أيوة هيدا العزة لنا من يومي ده بسلت الأغنية تانية كده الأغنية باظت نجيبها تانية هيدا العزة لنا من يومي يخرب بيت كده ايوه 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 ثاني اغنيه جديده حتى يا بطه يا فلفل شطه يا بطه يا فلفل شطه شطه يا مع تمارين الصباح يلا يلا هوبا لا هات ايدك اضرب كده ادي العلاج الطبيعي ادي العلاج اضرب كمان مصارعه ايده يلا يلا حط ايدك حط يلا يلا ايه لا حرام صلاح حرام مسكين لا صلاح لا تضرب به لا حرام بتعجبك من الاسنابات دي؟ دي مبسوط؟ بتفرح لما تلاقي نفسك بتتصور كده؟ والمعجرين بقى في الشارع وبتاع يقول لك عايزين صلاح بس حبيب بنده 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 بس حبيب حشرتنا وياه يلا غايته ومعجبينكم فيه هذا وايد متابعين يقول ما صورتنا الفندق الحين ابو زقرت هالريال ها شو اسمك انت؟ هيثم هيثم هذا ابوي من الاداره هيثم اسمك؟ هيثم بنصور بس سويت واحد منهن بالرغم اني مصور لنا قبل اسبوعين ما ادري ليش يبون تصور بعد ولد ثاني هالمتابعين السويت في اي دور اللي بنصير له؟ الدور ال 11 زين نحب بنصير الدور ال 11 ونحن الحين في الدور ال 13 ليش ما صورنا سويتنا؟ لأن شد قدلاي منوري حق علي منورك يا ابو محمد تمام ها؟ تمام صلاح بيمضي بس دور كم غرفة موجودة؟ كل دور فيه 25 غرفة سويتات وغرف عادية ما بين سويتات وما بين غرف زين بارك الله فيك يا تفضل نايس تو ميت يو أجين ويلكم باك يو فاين؟ بسم الله أول ما تدخل يجيكم حمام صالة عود هيوج كم كبرها يا ريت لو تخوز وجهك لو سمحت أيوة لا يدي هاي غرفة شرات غرفتنا نحن دي فوق غرفتنا لابس غرفة ملابس بعد وايد عودة وهذا حمام الفندق وايد زين وراقي وفنان فايف ستار شيء طبيعي يا غير عائلي اكثر وما فيه الكحولك ما فيه اي مشروبات لا ديسكوات ولا همك الله ولا هم يحزنون واسعار وافجه وورا اميرتس مول بالضبط بين وبين اميرتس مول فرت حصاه نسبه التشغيل عندهم اليوم ما يقارب من 75 الى 85 يعني هذا معدل وايد ممتاز في هالوقت خاصة اليوم هذا السويت اللي تونا دخلنا زين هذا السويت اللي تونا دخلنا وهذا سويت وياه يعني عبارة عن غرفة فيستويك انك تدور بينهن يوم عائلة كبيرة غرفتين وحجرة واحدة شبرية تعود واحدة شباري هنتين وغرفة ملابس وهذا حمام بعد كم مقبرة الفرق بين السويت هذا والسويت هذاك السويت ده برضه غرفتين وصاله بس الاوبشن بتاعه ان هو غرفتين داخل ليه مدخل واحد بس 510 هالميله هاي غرفه واحده وهاي الثانيه اي نعم الدار بعض يعني كل حجره بحمامها صح كل غرفه بالحمام بتاعها ياس شوف مركب خيل هاي حجرة واحدة صح؟ أيوة وهذه الثانية والحفرة الثانية السرير أيوة هذا حمامها شبريتين فيها
عائلي اكثر السويت هذا مناسب للعائلات جدا. زين في كم ما عندكم لا خمور ولا زمور؟ الله فاك العرب. لا احنا ما عندناش لا برات ولا خمور، الفندق من للعوائل يعني. الاغلبيتك العوائليون؟ كله معظم عوائل. زين بارك الله فيكم. يلا صلاح مضبوط ولا لا؟ ايه ايه حريت يا سياده. شو؟ سياره انسي. يلا افتح وحوض السباحه والنادي الصحي والسبا كلهم صور لكم اياه الاسبوع اللي قبل اللي خطا، فلذلك ما له داعي نصور مره ثانيه. صح علي؟ عدد مستر جون مدير الفندق. نايس تو ميت يو مستر جون. نايس تو ميت يو. يو هاف وان اوف ذا بيست هوتيل ان دبي. And thank you. It's normal price. And very clean and very quiet. And mashallah, very. You feel you are in your house in your hotel. Thank you very much for everything. And the food, it was wonderful. The service and everything. We feel we are look like in our house. Thank you for everything. It's Mr. only a pleasure. Thank you very much. Thank you. شكرا. المصري المصري بعد سوى جو معاك يا الله. اي والله بزودها طعنتها بطن خم خبره رجال رأي. تعرف الرجال هذا منو؟ هذا مستر جون. جون وين تعرفه؟ هذا مدير الفندق. هاي شفته وين موجود؟ وين شفته؟ متى؟ اول متى شايفه؟ انه هي سو يو وين هي درينك كوفي. يرسو انا بيكم. زين يرسو يس عند مصري انت؟ ما ابن عمك. خلاص في شيء مزرعه عندهم فوق، مزرعه عضويه، مزرعه عضويه للسلطات والاشياء اللي هم يحتاجونها في الفندق. غير في خاطري بصور لكم اياها. اي هذا هي ها بفخ الهوس ام الخريطه علي. احلى شيء مطقمين انا واسد. أنا جيت أسبوع لي خطأ في غير ما خبروني المكان هذا. كنا مركزين على غرف التدريب المزرعة بتاعتنا. قبل أسبوعين ما كنت أعرف إن شيء عندهم المكان. This is our own hydroponic garden where we grow our own peppers, jalapenos, cucumbers. And we want to make this our core ingredient of our new restaurant. That's a cucumber. All these you are use it in and the we, hotel. We use it in our salads, in our lettuce. There is also strawberries. Strawberries, yes. Yeah. We also have strawberries. The strawberries are growing here. SubhanAllah. Say it again, please. Here we grow our own herbs in a natural environment with the tilapia fish that provide the nutrients. All these for the hotel guest. This is all for the hotel. MashaAllah. Thank you very much. هذا منظر خارجي، ما بخارجي علوي، وعلي أثناء خريطة العرب. يا رئيس، يا كابتن، كابتن. ديزرت غيب. لا تصدقوا 90% من كلامه كله كذب هذا. Mr. Joe, thank you very much. And sure. Nice to meet you. That's it. Inshallah, see you very, very soon. I hope to see you Inshallah. Again soon. Inshallah, Inshallah. Thank you, sir. Thank you. يلا. وهذا أبوي المنظر الخارجي للفندق. واجهة خارجية. فرت حصى بينك وبين أمر تسموه ها؟ بين اللي شاير؟ كل عوايل اللي في الفندق أبوي، كل عوايل ها. أغلبية كلهم عوايل. أنا ما تشوفون. شل تطلع شل هنا انا ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو ثانك يو ونسيت اصور لك نسيت اصور لكم الكرت انا قولوا لي بمحمد انت كله تتنقم فكل العرب يوم حد يطرش لك شيء كله تتنزبهم وتتنقم بهم انا ابوي ما انا ابدي رايي اللي يبى ويحيد هم اللي مندبين الصور وهم اللي مندبين الاكل واللي بيحيد عمره رقيق وما يعيبه ابوي المغي ولا السوالف ليه يندب لي انا انسان يوز له مرحبا وسهلا اللي بيقبل الانتقاد كان بالسلبي ولا بالايجابي كان عدل بقول عدل كان مايل بقول مايل ولا لا يطلع
والله ان احنا بوين العرب الفلانيين كيف تنقد على خدمتنا؟ انقد بوي حتى على خدمه لو سلطان زمانك تكون انت كنت مرحبا مسالف زين بقول عن زين واللي خدمت بوي شرات ويها كان ذكر له انت والله لا عذر بوحط في الشوك المتنجس يا زله مرحبا ما يا زله ولا ما شيء كالف اصلا انت تطرش انت ولا انت حق شو تطرشي لي صور لا تطرشي لي صور فضل عنك وياها من صوار العدل قلنا عن عدل الزين قلنا عن زين واللي ما يتشاهد بقول عن زين انا ما بمدحوب ولا جيلي الحاسية لا شو رايك صلاح كده كلامي صح له غلط زبوط مفهومه واضح ها طب واضح ومفهومه تمام التمام يا راجل تمام اقولكم تحيدون لي قلت لكم تسجيل مال اللي سرت العيد مال الحظ من مصبح بن فرحان الكويتي مقابل اللي جيته في بيته على الله يحفظه ابوي المقطع ذهب ويا بولي البارحه لكن في رابط لازم اسوي له داونلود وانزله واحطه في هذا اللي يقطع السنابات ولا بد اني احطه في هذا اللي يقطع السنابات الافلام واحطه من يدي من يد ويديد لكم اذا الله اعتقد باكر ولا اليوم ان شاء الله المقابلة كانت جميلة وفنان وايد بتيوز لكم ومدة المقابلة 50 دقيقة لا دقيقة ولا دقيقتين كان شيء جميل وإذا الله جعلنا من الحين إن شاء الله بننزلها بعد على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى السناب لأنها أبوي من أجمل المقابلات ويستاهل ها صلاح يعان أنت؟ إيه يعان وايد ولا شوية؟ شوية ما بوايد؟ كالموس واحد مين؟ كذا أيوتي خالد البارحة صلاح وين زرت المغرب انت؟ خديه بتخلو خديه قهوة ند الشبع شبع ايه تقهويت عندهم؟ ايه صلاح شو السؤال؟ لا صح وصلنا حبيبي مساء انا ظليت شوي هنا إيه؟ على هالاساس تاخرت ما عليك هلا على بعض يلومنا فيك يا ابو محمد يلومنا فيك اليوم اخر غداء قوارين تغدوا سعدان والله انه النهارده واخر يوم يا سلام كان نفسي الموضوع يطول شويه ليه؟ اتمتع اكتر تمتع اكتر ولا تحرش لسه انا خذتني بابا ما تبانا نسير هنا يعني لازم يجهونك شيخ انت شيخ شيخ هذا ابوي بيعرس الحين هذا معرس كيف تبغى يفنيلك بس يلا سامح مرحبا 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 ابو محمد مرحبا بياسر بن محمد بن سعيد بن خلف بن خديه مرحبا بالغالي والله يا ابو محمد انكم بتجننون هالمسكين هالمصيري يا وجه الله يا مصيري شيل اغراضك وروح قبل لا يحل عليك رمضان والله والله ترد ماشي مصر تعاون انا واخوي على ولد عمي وانا واخوي على الغريب يا وجه الله رحت بيها يا مصيري خلك على الكشري ومن بابا بركلك والفسيخ
حلم الشاي الاخضر. حلو قوي قوي. هذا شاي اخضر زين حق الشحم. وين عارف شاي اخضر؟ اسمه كده انت مش الوان ثاني زي بنفسجي. مساكم الله بالخير والنور والسرور. نحن على الله يحفظكم مفروض نظهر من دبي العصر العود يا غير تغدينا عند بوم حمد. ومن مكونات الغداء على الله يحفظكم شيء طبيعي من كل شيء غداهم يا غير شيء مار متقاوم اللي هو البصل. من عقب البصل ابوي انا رقاد ورقدتي على الله يحفظكم زود شويه في البصل زين ورقدت فحتى صلاح ما ترياني قري ودرنا ورد ويدري ولابوي لا هود ولا هدى والله ظهرنا تقريبا الساعه 8:30 والحين هذا سيرنا وصلنا ابو ظبي الحين مديره محمد بن زايد غير وين التجاريات لان علي الله يسلمكم معزر علي بس صيدليه ويبته شو ليش تبى الصيدليه؟ حموضه زايده قوي حموضه ودواء وكريم كريم حق شو ان شاء الله؟ مفاصل مفاصل والركب وين فيك مفاصل انت بالاساس؟ من امبارح بقى موتني من المشي يا كذاب ما كذاب 6 كيلو في الحر علي موجود ابوي كل الدويات اللي عديتن موجودات ابوي عند ام محمد دي اوروبيه دي من اوروبا انا عايز حاجه مصريه لازم شو يخسر علي من صدق اقول جسمنا متعاطف معاه بيجيب نتيجه مع الادويه المصريه لازم صناعه مصريه لازم شجع صناعه بلدي يا سلام السلام عليكم عليك السلام ها وين في موجود ولازم هالحركه ايه علي كيف حالك شو اخبار الحمد لله زين الحمد لله زين في يجي نفر مني منك اي علي يجي واحد نفر هي سي كلام سي سلام اغنت هي جيب سامان اغنت داك البيت ولا انا ما في شوبي داك الصندوق تاني هي انا ودي داك البيت هي يجي نفر يشيل طلبي ولا شو هو لا ما في هو جيب سامان اغنت لا نفر ما اوردر ما يجي يجي هي حد اعطاك بخشيش امساس قبل امساس المية اليوم 20 صبح يجي واحد نفر واجيب سامانه قمت بعد مره ثانيه غير عمال اليوم هذا الصبح اعلان يجي واحد ثاني ما شاء الله ما شاء الله شكرا 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 زين شو قال لك امبارح كم دبي زينه ولا حلو ما لا كويسه بس قال لك بشيش امبارح كم ايوه كم قول انا شوف انت علي على طول هي ذاك المول في تتابع يعني شوبينج شفت كم يحصل سامان؟ ايه واحد اليوم هو نوم انا اشوف سلاسل يقوم حصل سامان؟ ايه ايوه انا سفر ايه انا اجي سوا سوا انتر دبي سي شوبينج سي سامان بعد ها يلا تعال وين ساير ايه؟ اجيب حاجتي بع حاجتك البشاشي بينزلونها لا الشنط دي انا عارفها لحد ياخد حاجه تنقص ولا لا ما امنش